أين يتمركز أمراء الحرب بميليشياتهم؟ في الخارطة الأفغانية المتشابكة يحشد زعيم الحرب الطاجيكي عطا محمد نور قواته في ولاية بلخ شمال البلاد وعاصمتها مزار شريف، المحاصرة بالمناسبة من قبل طالبان. غرباً يحشد إسماعيل خان عناصره في ولاية هرات، خصوصاً بعد سيطرة طالبان على معبر إسلام قلعة مع إيران. يشكك كثيرون بقدرة خان على مواجهة طالبان، لكن الرجل متأكد من قدرته على تغيير الوضع. شمالاً وتحديداً ولاية جوزجان يواجه مقاتلو عبد الرشيد دوستم حركة طالبان التي تتقدم بسرعة، وإن تمكنت من دوستم ومقاتليه لن تتساهل معهم. فالرجل متهم بإعدام مئات من عناصرها قبل عقدين. إذن على ماذا سيصحو أمراء الحرب؟ على خارطة تتوزع فيها السيطرة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية. قبل الأول من مايو الماضي تحديداً في 8 أبريل كانت حركة طالبان تسيطر على أجزاء صغيرة ومتفرقة من أفغانستان، أبرزها في قندهار وهلمند وبدغيس. لكن مع إعلان بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في الأول من مايو حدثت تغيرات جذرية في خريطة السيطرة، وتمددت حركة طالبان في كل مكان تقريباً من البلاد، من بدخشان أقصى الشمال الشرقي إلى هرات في أقصى الجنوب الغربي. في المقابل لا تزال المساحة المتنازع عليها بين الحكومة الأفغانية وطالبان لا يستهان بها، أهمها في مزار شريف شمالاً وجلال أباد شرقاً ومناطق متفرقة كما نشاهد. أما السيطرة الحكومية فنجد أن حكومة الرئيس أشرف غني لا تزال تحكم السيطرة على مراكز المدن الكبرى في البلاد، إضافة إلى مناطق واسعة في الوسط مثلما توضح الخريطة. إذن هذا هو المشهد الميداني اليوم في أفغانستان، كل طرف يمسك بما لديه. وتزيد طالبان بالإعلان أمس أنها تسيطر على 90% من الحدود لتنفي الحكومة الأمر تماماً.